ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نعمل حتة كفتة لطيفة وجميلة. أكيد في تفاصيل في الكفتة بتاعتنا، وأنا عارف إن أنتوا أشطر مني في عمايلها، بس تعالوا نشوفوا إزاي نعمل كفتة اللحمة النهاردة المشوية على عين البوتاجاز أو في الفرن. مقاديرها على الشاشة: لحم مفروم وبرغل، دول أساسي معايا. كمية البرغل هنا حسب كمية اللحمة، والله أنت كريمة وإحنا بنستاهل. تكتري البرغل هتبقى اللحمة برغل فيها كتير، ولكن البرغل هنا مفيد جدا لانه من مشتقات القمح، وقيمته الغذائيه عاليه جدا مع البروتين الحيواني، اكيد بتكتمل الحدوته الغذائيه. لحم مفروم وبرغل، بصل وتوم، بقدونس، زعتر، سماق، معلقه معجون طماطم، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ومعانا طاسه بتسخن شديده الحراره على النار، ولكن مخرجنا الجميل عايز يشوف الباميه وصلت لفين. أنا هوريك البامية دلوقتي بتتكلم مصري في قلب الحلة. إيه الحلاوة وإيه الجمال ده؟ شفت الحلاوة دي؟ أهي بسيبها تستوي على النار. أهم حاجة نخدم على الشوربة. أهي يا نعم أهو. نخدم على الشوربة بتاعة البامية. وأسيبها تستوي على النار كده ونشوف هنكمل مع بعض إزاي. باخد الكبة بتاعتي وأحط فيها البرغل. البرغل ده اتفقنا مع بعض بيتغسل مرة واتنين وبعدين يتحط، يتصفى من المية كويس ويتحط على جنب كده لغاية لما ايه يبقى معانا طري. اهو ده برغل. البرغل ده يا اخوانا العمود الفقري لكفتة احنا بنعملها اللي احنا بنستخدمه في الكبيبة. حلو اهو، حطينا البرغل دول كفاية. حلو، بنحط معاه بصلة ناعمة مع البرغل. خلي بالك، بنحط فص ثوم. حلو الله، بنحط معلقة معجون طماطم. كفتة بطعم جديد وشكل جديد. دي معجون طماطم، كمان واحدة بالشكل ده كده الله. شوية سماق، شفت الشقاوة؟ هو ده. وشوية بقدونس، كل ده مع البرغل يا شيف، كل ده مع البرغل يا ست الكل. هنا يبقى لها طعم مميز. هناخد كل ده ونخلطه مع بعض في قلب الكبة. الله، ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ انا اسف للازعاج، انا ما بحبش ازعج حضراتكم بصوت الكبه، ولكن غصب عني لان التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا في انك تعملي كفته لها طعم مميز. ومدرسه الكفته متعدده المواهب والابداع. اهي البرغل هنا هو العصب. الله،
ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ هو ده حتة كفتة حكاية. امسكها نحط عليها بقى الايه البهارات. الكفتة تتبل بعد ما تنزل من المفرمة او من الكبة بالشكل ده كده، والكبة دي تركنها على جنب علشان تستخدمها تاني. والسكينة بتاعت الكبة يا عروسة ابعديها عن الحوض. ادي البابريكا وادي الكمون، شوية كركم صغيرين او كاري، تبليها زي ما انت عايزة. توابل الكفتة صورة مفتوحة، فلفل اسود، الملح بتاعنا، والملح بتاع الكفتة دايما بيكون بالسالب، نقدر نعالج المشكلة دي واحنا عادي بناكل. انما لو الملح زيادة في الكفتة خلاص. نقلبها كده، عيني. حاضر حاضر اهو، وسع لنفسك يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. ونعجن الكفته دي كده يا عم الشيف. الله، هو ده. والله انت ابن حلال، انا مش عايزك. حلو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نعم يا غالي، يعني هي ملاش عيار. مخرجنا بيسال بيقول البرغل قد ايه لكيلو لحمه؟ يعني ممكن لو حطينا نص كيلو برغل هو ده العيار التمام، ده العيار اللي هو نسبة وتناسب. حطينا طيب كيلو بكيلو مش هتقول لا، بس هتبقى لحمة برغل فيها كتير مش هتقول لا. قلبتها كده زي الفل، ظبطت التوابل بتاعتها. حلو، تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي مع بعض. طاسة شديدة الحرارة على النار، ونحطها هنا كده، ونحط فيها، لا ما تزعلنيش بالله عليك، يا الله، نحط ده هنا كده. طيب خلينا نولع النار دي كده. حلو، عشان انا عايز نار شديده، ونحط دي كده هنا مكانها. تمام، تعالوا نسويها مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نسوي الكفتة مع بعض. بنحط ملعقة زيت هنا مع معلقة الزيت دي يا عم الشيف. مخرجنا الجميل بيحب الصورة الحلوة. عود روزماري، شوية فلفل، الحاجات اللطيفة دي بتدي برزنتيشن حلو. حلو بالشكل ده كده. وناخد الكفتة بتاعتنا دي نبدأ إن احنا إيه نعملها اشكال مختلفه. اللهم صل على النبي. يلا بينا. تفك مين يا راجل يا طيب؟ طالما فيها البرغل العصب بتاعها. هو بالشكل ده كده. كفته مشويه بتتبيله خاصه. الله. تقدري تقدميها بقى مع صوص طماطم مش هتقول لا. عندك شويه بتنجان متحمرين برضو زي الفل مش هتقول لا. تقدري تقدميها مع وايت صوص خفيف كده زي البشاميل، اهلا وسهلا. تقدري تقدميها مع جبنه زي البرجر مش هتقول لا، زي ما انت حابه. وجود البرغل هنا مهم جدا. طبعا عملية التسوية هتتم كمان لما ندخلها الفرن. وانا شغال كده. الله، واحدة واحدة يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. وانا شغال واحدة واحدة. كمان واحدة، كمان قرص. انا بصراحة عايز اقدم معاها صوص طماطم، ممكن اقدم معاها وايت صوص زي ما انا عايز، مفيش اي مشكلة. اعمل كمان واحد صغير هنا، ممكن تقدمي معاها اكراس من البطاطس. تجيبي بطاطس تقطعيها وتحمريها وتقدميها معاها، تبقى لطيفة وجميلة زي الفل.
ادي كفته مشويه بطريقه بسيطه وسهله، ومهم جدا تنزل على طاسه سخنه او الجريلا بتاعتك تكون سخنه، ده اهم حاجه. نظافه مطبخك مهمه جدا، تعملي كفته بقى تعملي باميه ايا كان. الصوره الحلوه، ايه رايك مخرجنا؟ انا عارف انك بتحب الالوان وعيونك حلوه، مش هتخسري حاجه لما تحط الفلفل ده مع تحمير الكفته. والله عايزاه في التقديم اهلا وسهلا، تشيليه من التقديم برضو اهلا وسهلا حسب الرغبه. طيب طيب ماشي خلاص، هنسمع كلام مخرجنا وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. بس للامانه ايه اللي هيحصل في الفاصل؟ انا هاخد الصينيه دي ادخلها الفرن تكمل تسويه، بحطها على الشبكه بتاعه الفرن. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. في تريكايه كده بعملها للكفته الحلوه اللي في الفرن دي، عايز اقدم معاها شويه صوص حلوين كده، ممكن يكون صوص طماطم، ممكن يكون باربيكيو صوص، ممكن يكون الوايت صوص. بس تعالوا مع بعض، مخرجنا عايز يبص عليها في الفرن. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا اهي. طبعا خدتها بعد ما خدت الصدمه الناريه على عين البوتاجاز في قلب الصينيه، دخلتها الفرن مع الفلفل مع الروزماري، الشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ويفضل تقديمها في نفس الصينيه اللي انت عملتيها او البايركس اللي انت عملتها، ده مهم جدا على فكره. ولكن عايز اعمل صلصه حلوه كده للكفته بتاعتنا. حلو، تعالوا مع بعض نعمل الصلصه بتاعتنا. شوربه اللحمه فاكرينها اللي كانت معانا من شويه؟ اه حلوه قوي، باخدها زي ما هي كده، خدت شويه شوربه حلوين منها بحطهم في طاسه، واعمل شويه صلصه حلوين كده اقدمهم مع الكفته. ممكن انت زي ما انت عايزه تقدمها مع جبنه ماشي، مع بشاميل ماشي، مع بطاطس، زي ما انت حابب. بس اذا احنا عندنا باميه والباميه فيها صوص طماطم وفيها يعني طعم، فانت ممكن تعملي صوص مختلف شويه. ادي الشوربه بتغلي على النار، بنحط مكعب زبده بالشكل ده كده. حلو، دي شوربه اللحمه اللي كانت معانا من شويه، ونحط شويه بابريكا وشويه فلفل اسود. حلو، ومعانا معلقه نشا، معانا معلقه فلفله حلوه. انا عايز المطبخ معاكي بالشكل ده كده، دي فلفله حلوه اهي الهريسه عارفينها اهو، مش معجون طماطم، هريسه اللي هي الفلفله الحلوه اهي. واسيبها تدوب في الشوربه كده مع مكعب الزبده. ما انا بألف توليفه او تأليفه، توليفه ولا توليفه؟ اه بألف توليفه. ايه التوليفه؟ انا بعمل صوص لطيف وجميل عشان الاولاد يحبوا الكفته. ممكن اجيب علبه الباربيكيو من سوبر ماركت غاليه، كاتشب غالي، انا معاكي وبتكلم بكل مصداقيه. اعملي شويه صوص حلوين، عندك الشوربه بتاعه اللحمه حطيتها في الطاسه، حطيت عليها مكعب زبده. حلو الكلام، معلش خلينا ناخدها على نار شديده كده بالشكل ده كده. حلو، ومعانا معلقه نشا او معلقه دقيق صغيره، ونقلب كده اهو. شفت القوام؟ بايدك هتطلعي القوام اهو. تقدري بقى تخليه تقيل او خفيف حسب ما انت حابه. عدل الكفته دي يا عم الشيف عايزه شويه مكرونه اسباجيتي او رز ابيض، ويا سلام لو شويه بطاطس مقليين اهو. ونقلب كده لغايه لما تديني القوام اللي انا عايزه، والباميه بتغلي جنبي. عايز اتكلم بقى عن ترتيبك في المطبخ. انت واقفه في المطبخ عايزه تعملي الباميه وتعملي الكفته، تبداي بايه الاول؟ ودايما بيسالوني فريق العمل، ببدا بالباميه لان الباميه عايزه تتحط على النار كده تتسبك. شفت التسبيكه دي؟ اه التسبيكه دي مهمه جدا، اللي هي في طريقنا للوصول ليها. الباميه بدات تاخد تسبيكه كده، بدات تستوي، بدات اشم ريحه الصوص الطماطم اللطيف الجميل. اه دي كمان عايزه شويه اه، وانا واقف بالسله هتحتاج لهم كلهم. ماشي زي الفل. الله تسلم ايدك يا عم الشيف، مطبخنا النهارده في توازن. هتيجي تقولي لي الفيض الرز يا شيف، الباميه عايزه رز؟ الباميه من النوع ده عايزه العيش البلدي، عايزه تاكلها مع الرز اهلا وسهلا. ولكن للامانه انا اكتفيت بالبرغل اللي موجود في اللحمه، ده بديل للرز. اه لازم يكون في عمليه توازن على السفره بتاعتك. شفت الصوص اللطيف ده كده؟ اه الله، ده شبيه
للديميجلاس او للباربيكيو صوص اللي بنسمع عنه او اللي احنا بنشوفه في بعض المطاعم. ده نتيجه ايه او منتج عن ايه او ايه محصوله الشوربه بتاعه اللحمه، او عندك فخده ضاني الشوربه بتاعتها خدتها حطيتها على النار مع معلقه زبده، معلقه دقيق متدوبه في شويه ميه او معلقه نشا، حطينا معلقه فلفل حلوه، حطينا البهارات بتاعتنا، بقى عند بالقوام ده نبص عليها كده مخرجنا الجميل اهو. الصوص ده مهم جدا، ده هنقدمه مع الكفته بتاعتنا اهو. شفت القوام جه ازاي؟ اهو هو ده اهو. الله، ده عايز شويه مكرونه سباكيتي، اهلا وسهلا. عايز رز ابيض، اهلا وسهلا بالشكل ده. تعالوا شوفوا نعمل ازاي السلطه. السلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. عينيا هتشوف الصوص، هوري لك الصوص يا غالي. عايز مخرجنا يشوف الصوص او الصلصه اللي هنقدمها مع الكفته اهي. بص على الحلاوه اهي، شوف القوام ده كده اهو. دي تاكل صوابعك وراها. اهم حاجه الشوربه بتاعته، شوربه اللحمه. انت ملاحظه حاجه وانت بتتابع الشيف المغذي؟ دايما ببعد عن مكسبات الطعم، بعتمد على الطعم يطلع من بين اصابع ايد العشره اهو. اذا كان شوربه لحمه او شوربه فراخ، شايفها بتغلى على النار اه، اللهم صل على النبي. دي ما فيهاش معجون طماطم خالص. نبص على الكفته اخبارها ايه، يا حلاوه، اللهم صل على النبي. نطلعها من النار كمان، مخرجنا عايز يبص عليها كده، نتغازل فيها واحنا بنعمل السلطه بتاعتنا. نحطها هنا، حلو قوي اهي. بص على الكفته، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هي دي الكفته بتاعتنا. الله، بص على الحلاوه بالله عليك. اذا كان الفلفل، اذا كان الروزماري، اذا كان الجمال والحلاوه. ناخد الصلصه الحلوه دي كده، يلا بينا. هو ده اه، ما ننزلش كتير اه. شفت الجمال ده كده؟ هو ده اه. الله، دي عايزه تعمليها زي البرجر، ماشي. تعمليها في سندوتشات لولادك، ماشي. تعمليها مع مكرونه سباكيتي، ماشي. تعمليها مع رز ابيض، ماشي. الف هنا وشفا للي ياكل. طيب خلصنا من الكفته، تعالوا مع بعض نشوف نعمل السلطه ازاي. شفنا مقاديرها على الشاشه، يلا بينا. يلا بينا.